أعزائي المشاهدين، حياكم الله معنا وحلقة جديدة وإن شاء الله تكون مميزة وتحوز على إعجابكم من برنامجكم من مكتبتي. وضيفنا متواجد دائما معنا الأستاذ الأنيق، أنا أسميك الأنيق والجميل، أخوي فهد العبد الجليل وصاحب المكتبة الجميلة أيضا التي يعني تحتوي على مجموعة من 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 التحف الرياضية صراحة، مجلات يعني اللي قاوي توثيق عندها المجلات هذه. أنا شوف صورة فتحي كميل، والله صديق وفهد، أنا يعني هذه المجلة اللي قصة معاها حقيقة. فتحي كميل من اللاعبين اللي أنا أحبهم، يعني في أحد ما يحب فتحي؟ يعني هذا اللاعب فعلا يعني الفارس أسمر، يعني نهض فريق التضامن وبرز. يعني فتحي ما لعب ترى بالقادسية، صحيح، ولا لعب بالعربي ولا لعب بالكويت، يعني لعب في فريق مع احترام نادي التضامن في ذاك الوقت، لكن ما كان من فرق المقدمة، صحيح، لكن فتحي برز موهبة، لأن لاعب يمتلك يعني مواهب غير طبيعية. هذه أعتقد المجلة سنة 87، اي أنا كنت أدورها، أبي مجلة اعتزالة، صدق أبو فهد، حصلت على شريط الاعتزال، لكن مجلة الاعتزال والحمد لله حصلتها. وهذه طبعا مثل ما تفضلت، هذه المجلة عام 87، الفارس أسمر، فتحي كميل ودع الملاعب، صحيح. صورة جميلة للكابتن فتحي كميل في مباراة اعتزاله في استاد الصداقة والسلام نادي كاظمة مع المنتخب العراقي. وقت منتخبنا كان يستعد لعبتنا مع إيران في 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 قطر، لعبتنا هذه، نعم. المباراة هذه انتهت نتيجة 2-0. خالد شبيب لاعب نادي التضامن حب يشارك الكابتن فتحي كميل بوداعه وحرز هدف جميل جدا، والكابتن ايضا صالح المسند. يعني احنا بنتكلم على المباراة، لكن بالبداية يعني نقرا اهم المانشيتات. فتحي كميل يودع الكرة، مهرجان كروي قوي بين الكويت ومنتخب العراق. طبعا اختاروا منتخب العراق بحكم انه كانوا يعني المنافس، يعني منتخب الكويت في تلك الفترة. فيعني هذه نشوف صور من المباراة، صور جميلة من المباراة. يعني الكابتن فتحي كميل يأشر بيدينا للجماهير بالوداع، معاه الكابتن فيصل الدخيل أيضا، نعم. في صورة جميلة، وهني صورتين طبعا لمنتخب، وهني زهور طبعا باسم فتحي كميل. كذلك طبعا المنتخب الكويتي يفوز في التجربة الخامسة بهدفين، شبيب والمسند يسجلان من لعبتين جميلتين. طبعا محمد البلوشي مغني، غنى طبعا أغنية يعني، والشيخ جابر المبارك طبعا، اي بين الشيخ طبعا احمد الحمود وثامر محسن. حقيقة هذه صورة جميلة، يعني من اليمين سويد وفتحي وبلوشي والحداد، وهني الجالية العراقية كانت في وداع كذلك فتحي كميل. يعني اكيد الجالية العراقية ولاعبين المنتخب العراقي يعرفون فتحي كميل، حتى في المباراة هذه فتحي عمل له حركة لكن اللياقة ما ساعدته. أنا أذكرها عدل، كابتن فتحي كميل طاف اللاعب غانم عريبي المدافع الصعب، لكن اللياقة ما سعفته في المباراة هذه. نعم طبعا، يعني عمو بابا طبعا بعد خسارة المنتخب العراقي، مدرب طبعا كبير من المدربين فعلا، يعني كان من أفضل المدربين في المنطقة، حقق مع المنتخب العراقي الكثير من البطولات. طبعا ذكر ان المنتخب العراقي لم يقدم المستوى اللائق فيه، وان يعني اخلوا بالخطه ما طبقوها عدل، خصوصا طبعا في الشوط الثاني، وقال ان اللاعبين طبعا العراقيين وقعوا في اخطاء فنيه كبيره. اخوي ابو فهد، يعني بذاك الوقت المباريات الوديه كانها مباراه رسميه، اكيد، خصوصا بين الكويت، أكيد، والعراق. مباراه الكويت والعراق هذه خطوه موفقه في تلك الفتره، اول شيء الحضور الجماهيري وايضا المستوى الفني. طبعا نطلع فاصل اخوي ابو غازي، ومن بعدين نكمل بقيه المجله. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا اليوم والمجلة اللي كانت تحتوي اعتزال الكابتن فتحي كميل الفارس الأسمر. ايش عندك بالمجلة، بقية المجلة؟ يعني في عندنا خبر الجزاف كابتن القادسية يعتزل بعد 17 عاما، صحيح، يعني فيصل الجزاف كان طبعاً في بطولة خليج عندنا، ايه، برعاية وحضور الشيخ نواف الأحمد كان وزير الداخلية ولي العهد حاليا، احتفل فريق القادسية مشاركة نجوم الخليج
ومنتخب مصر لكرة الطائرة بتكريم فيصل جزاف كابتن منتخب الكويت ونادي القادسية للكرة الطائرة بمناسبة اعتزاله اللعب بعد عطاء استمر 17 سنة. وجاء اعتزال جزاف في مهرجان رياضي كبير طبعا في أعقاب فوزه مع فريق نادية بالبطولة السادسة للأندية أبطال مجلس التعاون لكرة الطائرة للمرة الرابعة واحتفاظ القادسية بالكاس إلى الأبد. حضر مهرجان التكريم طبعا الشيخ سالم الصباح وزير الدفاع والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والمهندس عبد الرحمن الحوطي وزير الأشغال والشيخ أحمد الحمود رئيس اللجنة الأولمبية والشيخ فهد الأحمد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وجمهور كبير يعني أحسن تحية الجزاف لحظة اعتزاله اللعب. طبعا يعني الشوط الأول من المباراة فاز منتخب مصر طبعا بالمباراة 3-0 منتخب مصر يعني فريق قوي. لكن تتكلم عن الاعتزال هذا من أفضل الاعتزالات اللي حصلت حق لعيبة كرة الطائرة عندنا هني بالكويت. أنت تتكلم عن فيصل جزاف أحد رموز اللعبة سواء في المنتخب أو في نادي القادسية قدرنا ينهي مشواره في كرة الطائرة في بطولة مميزة اللي هي بطولة مجلس التعاون اللي تقيمت في الكويت هني وقدرنا يفوز في اللقب ويهدي اللقب للجماهير ومن بعدها أعلن اعتزاله بلقاء جميل مع المنتخب المصري. أذكر حتى اللاعبين شالوه ويفتروا فيه بالصالة وأيضا تدري أنت دوي الصالة مع الجمهور والشيلات كان الجو يعني جو كروي وجو حبي يعني فظيع وإخوان المصريين موجودين بعد والشيلات المصرية عرفت أنت بعد بغازي. نعم طبعا في الكثير كذلك من يعني الأخبار يعني القادسية بطل الأبطال البطولة السادسة الأندية خليجية الكرة الطائرة أهلي جدة السعودي البطل الثاني وهذه صورة جميلة طبعا لفريق نادي القادسية مع الشيخ أحمد الحمود متوجا بكأس بطولة الأندية هذه الخليجية. هذه صورة جميلة يعني أنا أذكر من اللاعبين الموجودين اللي هو كابتن فيصل الجزاف وأيضا مشعل سنين وأيضا اللي أقدر قادر أشوفهم هذا مساعد العميري لابس دشداشة وايضا هناك اياد الصايق والكابتن يعقوب حسين والكابتن جاسم الطراروه واحمد الطراروه كنا او الشهيد محمد الطراروه ايضا مجموعه نعم. من اللاعبين. نعم هذه طبعا يعني وكذلك صور جميله ابو فهد من البطوله يعني هذا طبعا كاس البطوله بين الجزاف والمشاري رئيس القادسيه صحيح الله يوسف الله المشاري الله يرحمه يعني شهيد يعني في الغزو الغاشم صحيح ولاعبون القادسية طبعا يتلقون تهاني شوف الصور ابو فهد هني طبعا يعني شوف الصورة اللي تحت هذه الصورة المميزة قلت لك عنها اللي شايلين فيها الكابتن فيصل الجزاف ويعانق الجماهير. انت لو تعرف الحب الازلي بين جماهير نادي القادسية ومع الكيان اللي هو كيان نادي القادسية طبعا كل واحد يحب النادي اللي شجع لكن نادي مثل نادي القادسية أنا أحسد نادي القادسية بجمهوره صراحة. نعم طبعا نجوم البطولة كان طبعا سليمان الودعاني وأياد الصايق من نادي القادسية طبعا وهناك في نجوم آخرين من الفرق الأخرى طبعا لاعبو القادسية البطل ذاقوا الشهد والمر في أخبار ثانية يعني تتعلق فيه. المجلة حلوة مجلة يعني بدأت تكبر مجلة الرياضي بدأت تأخذ الصحف وحتى نوعية الورق مالها يعني مجلة مميزة. طبعا وصلنا إلى فقرة التجوري عندنا وتجوري بغازي شحوي عليه يعني في هذه الصورة هذه صورة أصلية الأستاذ محمد أحمد الحمد شوف الجماهير أخوي أبو فهد هذه مباراة منتخب الكويت مع منتخب كوريا الجنوبية تصفيات كأس العالم اللي فزنا فيها 2-0 اللي فيها خالد حربان قال كلمة الشهيرة كوريا تروح كوريا والكويت تروح اسبانيا. هذه صوره للجمهور يعني مدرج مغبط ما شاء الله محمد الحمد بتواجد سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء رحمه الله عليه الشيخ سعد العبد الله وهذا يبين لك الدعم الكبير. مباراه يعني ما هي مباراه نهائيه ولا هي مباراه يعني تكريم او مباراه البطوله او افتتاح بطوله اللي حضر فيها حضره صاحب السمو امير البلاد امير الوالد رحمه الله عليه الشيخ سعد العبد الله كان دعم من اعلى مستوى لاهميه المباراه. اعزائي المشاهدين وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم مع ضيفنا المتألق دائما الأستاذ فهد عبد الجليل إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. تقبلوا تحياتي أخوكم راشد الحيان وفمان الله.